السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أوتوبيست مش مكسر بيخليك تاخد الأشكال ثلاثية الأبعاد وتبحر طبعا ثلاثية الأبعاد أو تقدر تعدل فيها أو تقدر تعمل شكل من البداية خالص. طيب لو أنا عايز أعمل سيلكت لأجزاء معينة عشان أعمل تعديل عليها ألغيها مثلا حاجة زي كده، هتلاقي أنت تعمل سيلكت بزر اليسار بيختار الشكل كله. طب لو أنا عايز أختار أجزاء منه، أجي هنا وأقول له سيلكت، بيبدأ يجيب لي الفرشة اللي أعمل بيها سيلكت، فببدأ أحدد أنهي أجزاء اللي أنا عايز أعمل عليها سيلكت عشان التعديل يبقى عليها. فبعد ما عملت على دول، أجي هنا تقول له أنا عايز إيديت، ممكن إريس، تلغي، ممكن تعمل ريديوس، تقلل، ريمش، الحاجات دي كلها تقدر تنفذها زي ما أنت شايف. ممكن بقى تقول له لأ ده أنا عايز السكيل أكبره بالشكل دوت أو أصغره بالشكل دوت، تقدر تغير في الشكل زي ما أنت عايز. ده هنا حجم الأجزاء اللي موجودة ديت، أقول له أكسبت بالشكل دوت. ممكن تقول له أنا عايز أعمل مثلا إديت، تختار مثلا تعمل ريديوس، جوين، بريدج زي ما أنت عايز. ممكن بعد كده تقول له كونفيرت، حولها لي لوبن بارت أو سوليد بارت بالشكل دوت. طيب لو أنت في أمر تاني سيلكت، في إن أنت تعمل سيلكت أهو وتدوس بره وتسحب بالشكل دوت. كده انت عملت سيلكت في الجزء ده كله، تقدر تيجي هنا تقول له كونفيرت سوليد او ستامب لو انت عايزها بالشكل دوت. طيب لو انت عندك شكل معين وعايز تخليه كله سوليد، يعني زي ما انت شايف الشكل دوت مجوف من جوه، تيجي هنا تقول له انا عايز ايديت، هتلاقي امر هنا اسمه ميك سوليد. اول ما تدوس عليه يبدا يحول لك الشكل زي ما انت شايف لمصمت عكس الشكل دوت كان هو اللي موجود، هو شكل خارجي وجواه ملغي.